أزمة مياه حادة تعرفها منطقة بلهوشات ببير العرش بولاية سطيف. الناس هنا ينقلون الماء على مسافات بعيدة بهذه الطريقة البدائية. ما كانش منين تشرب لي ولا هز البدون، يجري اللي عنده الدبه كيما هكذا مسكينها ويجري بها، واللي ما عندوش ثاني كيف بيديه هز البادم بيديه ويجري. خسر الماء واحد الحوايج كل والله اللي نروحوا ليه ساعه يمدونا الماء ساعه ما يمدوناش، كل ما كان السيد هذا نملاو مدهول وما كانش الماء. الناس راهم في عالم يلض على البطون يجيه الماء وإحنا فوق الدبه وما لقيتوش منين تجيبه. هذه المعاناه عمرت طويلا بمنطقه بلهوشات، واهل المنطقه لا زالوا يحلمون بحنفية يتدفق منها الماء. عندنا 30 سنة وحنا في الماء هذا ما كان لا ما لا والو، 30 سنة المير اللي يجي نروحوا ليه نشكيوا ليه يقول غدوة غير غدوة. عندنا ذاك نار ميت ما قلناش بغسلوه، ما كاش الماء منين. بالنسبة للسلطات المحلية هناك مشروع لرفع هذه الأزمة. الخزان راهو مازال الأشغال قائمة به، ناري خلاص الخزان تاع بلهوشات. نكونوا احنا خلصنا ان شاء الله لو ريزو ولحقنا القنوات للمساكن تاع المواطنين، يكون خزان خلاص. نقول للمواطنين ان شاء الله راهي تروح عليكم الازمه تاع المياه هذه. في انتظار تجسيد هذا المشروع تبقى المهمه موكله للاحمره من اجل الظفر بقطره ماء.